اليوم رح نحكي عن موضوع كمان من الدايتس اللي بيدرجوه فجأة، هو اسمه الصيام المتقطع أو الانترميتد فاستينج. الصيام المتقطع بيتألف أنه الإنسان يتوقف عن الأكل لمدة 16 ساعة وخلال 8 ساعات بيقدر يرجع يأكل كل الكمية الأكل اللي هو بده إياها. خلينا نقسم الصيام المتقطع لقسمين. في ناس بتصوم فعلياً هدول 16 ساعة، 8 ساعات أو الساعات اللي بتفطر فيها بتفطر فعلياً على أكل صحي، وفي شق تاني بيفطروا على شو ما كان كمية أكل كتير كبيرة وكمية أكل بقلبها دهون كتير. الناس اللي بيفطروا على الأشياء المانا صحية أبداً ما رح بيكونوا عم ياخدوا نتيجة ولا رح يوصلوا للهدف الصحي اللي هني بدهن إياه. خلال اتباعنا للصيام ليه معقول يكون عم بفيد الجسم؟ لأنه لما نحن نكون موقفين أكل لمدة زمنية معينة معدلات الإنسولين بالجسم بتوطى، لما توطى معدلات الإنسولين هذا كمان بتخلينا أنه نحن يوطى معدل السكر بالدم. كمان دراسات بينت أنه بتوطي معدل البلد بريشر أو ضغط الدم. كرمال هيك نصيحتي لكم مثل العادة، نقوا نظام صحي أنتوا تكونوا مرتاحين حياتكم معه، ما تكونوا عم بتعذبوا جسمكم.